طيب يبقى احنا قلنا في اول اكتيون ده احنا هنمشي عليه كده بسرعة. اول اكتيون اخدنا فيرب زاين وهابن، فيرب زاين اللي هو تو بي وهابن تو هاف. بعد كده اخدنا الريجل ميسج فيربن اللي هي الفيربات المنتظمة، قلنا اللي احنا بنشيل الاندونج بتاعة الفيرب اللي هي الاي ان او الان ونحط الاندونج دي اللي هي مع الايش اي ومع الدو اس تي والاي اس وزي تي، والفي الفيرب بيفضل زي ما هو، والاي تي والزي والزي الفيرب بيفضل زي ما هو. تمام. بعد كده اخدنا هايسن وكومين وشبيلن وماخن وفاغن وجين وليرنن، خدناهم كلهم. واخدنا البشتيمت ارتيكل وقوم بشتيمت ارتيكل، واخدنا ايه اللي عندنا الكلمات الماسكولين اللي بديه والفيمينين اللي بديه والنيوترال اللي بدس، وقلنا نحفظهم وترجمناهم سوا. واخدنا الادجكتيف اللي اخدنا الصفات اللي عندنا علينا في الكتيون ده. بعد كده اخدنا ايه هو الفي فراج، ايه هو الفي فراج اللي هو الدبليو اتش كويتشن اللي هو بيبدا باداه استفهام فراج فورد، وقلنا ادوات الاستفهام دي. بعد كده اخدنا ان واوس وان وناخ، قلنا ان بمعنى ان بمعنى في اللي هو اقول فور. نعم الحل في الريفيجن، مش سامعة. الحل في الريفيجن. اه يا حبيبي مش احنا ما اخدناش الريفيجن. ما يا عمر انا ما دخلتش فصل شكسبير، فبكره ان شاء الله هديهولكو عشان انا ما دخلتش عندكم الاسبوع اللي فات. مش صعوبة انا باسل. ماشي يا مش تمام. بعد اذنكم محدش يفتح المايك، محدش يفتح المايك من غير ما يرفع ايده وانا اقول له اتكلم. تمام عشان مفيش وقت. لسه ده كلام انتوا بادئين بقالكوا كتير. لا يا حبيبي لسه ما بدأناش، يعني لسه بنراجع اللي اخدناه المرة اللي فاتت. نعم يا باسل. مش احنا هذا احنا النهارده هنكمل في الريفيجن؟ اه يا حبيبي النهارده هنكمل في الريفيجن، بس براجع بسرعة اللي أخدناه. نعم يا بس هنقف، هنبدأ من اللي احنا وقفنا عليه من الحصة اللي فاتت ولا لأ؟ هقول اهو. بصوا يا جماعة احنا هنعمل ايه؟ هراجع بسرعة على أول اكتسيون بسرعة جدا اللي احنا حليناه، اللي احنا في تشارلز حليناه، احنا في الاونلاين ما حليناهوش، هنحله بسرعة جدا. بعد كده هنبدأ في الاكتسيون التاني، مش هناخد وقت. تمام. فاحنا ده اوريدي راجعناه. هو في في ايه؟ هو في موديل انسر هنا ولا لا؟ اه في موديل انسر. ميس نعم. واحنا هناخد درس جديد؟ اه خلاص بقى بعد اذنكم محدش يفتح المايك تاني. يبقى ده اول اكتسيون. بعد كده اخدنا التحيات، قلنا ام مورجن يعني الصباح بنقول جوتن مورجن، ام مي تاج بنقول جوتن تاج، ام ابن بنقول جوتن ابن، وراجعناهم كلهم. فهنبدا نحل عشان نبقى احنا كده خلصنا اول اكتسيون. انا عارفه اللي احنا في تشارلز حلينا اول اكتسيون كله. في شكسبير انا ما دخلتش السيشن عشان ما كانش عندنا سيشن الاسبوع ده عشان الايام، فهنحل بسرعة اللي حليناه في لكتيون آينس اللي حليته في تشارلز كده، هنكمل لكتيون سفاي. تمام. فيلا نبدأ نحل، اللي عارف يرفع ايده عشان ما ناخدش وقت ويكون مستعد ان هو يحل عشان ما نضيعش وقت. ماشي يا سينا اتفضل. بي هايز دو. تمام. ايش بين نينا. تمام. بصي يا سين احنا قلنا هي تنفع ايش بين نينا، بس احنا قلنا هنختار يوليان لسبب ان هو في اخر سؤال قايل لي فيا بيس دو، فهو سالني بفيرب زاين، فالاولى ان انا ارد عليه بفيرب زاين، فهتكون مع فيا بيس دو اللي هي نو مدغاي ايش بين نينا. لكن لما يقول لك في هايز دو هو كاتب اسم كده لوحده، فاحنا هنكتبه لوحده زي ما هو، ما هو قايله المفروض يقول ايش هايز يوليان مثلا، فهو قال يوليان على طول فاحنا هنختارها. تمام يا سين. تمام ماشي اتفضل يا منير. فوهير كومس تدو سي او برلين. تمام. باسل او برلين. ماشي يا باسل هو حلها منير. السؤال اللي بعده. اللي بعده البنين. تمام. فيا بستو اش بنين. تمام. احنا ده اصلا حليناه سوا المره اللي فاتت، بس احنا بنراجع عشان يبقى كل حاجه واضحه عشان خلاص. تمام نكمل. لو سارة
نعم. هو احنا عندنا الفرق بين كاين ونشت يعني هيجيلنا في الامتحان. اه يا حبيبي انت مش اخدت معايا نشتي بتيجي فين؟ وبعد اذنك يا منير متفتحش المايك لحد ما نخلص، احنا كده كده هنشرح كل حاجة عشان ما يبقى في وقت ما تسألوش دلوقتي، اللي عنده اي سؤال يخليه في اخر 5 دقايق. تمام يلا نكمل. احنا المفروض نكتب في السؤال ده الفراغ بورتر اللي هي ادوات الاستفهام. اتفضلي يا انجي اول واحدة. غير هي بزدو. تمام أحمد حسن. نعم. تاني سؤال. في هايز دو. في هايز دو. تمام شكرا يا أحمد. طيب تالت سؤال جيداء. جيداء جيداء بعد إذنك افتح المايك. طيب جلال. نمبر 3. اه يا حبيبي. وهير كومز تو. تمام شكرا. وهير كومز تو. طيب فيا كريم عمرو. كريم جماعة بعد اذنكم المايك تبقوا مستعدين ان انتوا تجاوبوا، انتوا كده بتضيعوا السيشن. كريم هيثم. مش شميس نمبر 4. اه يا حبيبي. يعني ايه دي فيا؟ تمام فيا. يعني ايه دي يونج؟ الشاب الفتى. تمام الفتى. فهنقول من يكون الفتى ده. تمام شكرا يا كريم. طيب السؤال اللي بعده الديالوج ده مين يبدأ يحله معايا؟ اتفضل يا مازن صلاح. يلا حل الديالوج. أول واحدة هلو. تمام طيب قول تاني. كمل 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 الجزء وهخلي مين انجي تكمل الجزء. تمام كمل. في هايز دو. في هايز دو. تمام أليس und wer bist du. تمام. Ich bin Sandra, woher kommst du. تمام سامعني انت كده؟ تمام هكتب اللي انت قلته الاول und wer bist du und wer bist du. منير خلي بالك. اوند فيا بيزدو اللي بعده انت قلت لي بعده اوند فيا بيزدو ايه؟ ايش بين ساندرا ومنير كوبيزدو. اللي بيشخبط كده مره كمان وهطلعك بره السيشن. ايش بين ساندرا ومنير كوبيزدو. أوز زوريش. أوز زوريش. تمام. كمل. أوز زوريش اللي بعد. نعم. يمكن بيتكلم. وبعديها لا انا بحل. ماشي يا حبيبي. بعديها und wer ist der Junge. صح.
Und wer ist der Junge? تمام. آخر حاجة بقى خالص. كاين أونج. كاين أونج. يعني إيه كاين أونج؟ I don't know. تمام. مش ممكن مش متمسحيش؟ أما أنا مش هينفع ممسحش عشان لازم أدخل على بعديها، فالكلام هيفضل موجود كده. كده كده الموديل أنسر فيه الإجابة، إحنا بس بنحل مع بعض عشان نعرف تتحل إزاي. تمام؟ والموديل أنسر مرفوع على السايت يعني. طيب شكرا يا مازن، نكمل عشان اكمل اللي بعديه. طيب مين يعمل الديالوج اللي بعديه؟ اتفضل يا منير. ميسا وكان يعني قايد. لا علي صوتك اللي بتسأل. وكان يعني ايه كاين اونونج؟ كاين اونونج يعني ثواني، هو انت مش كنت بتجاوبني؟ كاين اونونج يعني ايه؟ انا مش عارف انا كلنا. لا بس يا كاين اونونج إيه يعني معناها انا ما عنديش معرفه، يعني ما اعرفش يعني اي دونت نو. انا فكرتك بتجاوب اوريدي يعني، كنت اقول ان انا ما اعرفش. لا انا فكرت دي الاجابه، يعني ما عندكش علم ما تعرفش دي معناها. تمام. طيب منير تحل الديالوج. هاي تومي، هاي دو سبيلست فوسبال. ثواني. اول حاجه يا منير، منير يعمل نصه وحد تاني هيعمل نصه. تمام ماشي. هاي تومي، هاي تومي. هاي كمل يا منير انت. Du spielst Fußball. ماشي. اللي بعده. لو سارة مش المفروض هنا نحط question mark؟ ايوه حبيبي المفروض، بس انا ده كيبورد. انت بتتكلم على اللي فوق اصلا؟ بس هي مش سؤال قوي يعني، احنا اصلا بادئين بالايه؟ بيرسونال برونومن، بال هو الناوي يعني، ما بدأناش بالفيرم عشان يكون يا او ذا ناين فراج، احنا بدأنا بالبيرسونال برونومن عادي. بس الفكره ان هي بتقل، انت بتلعب كرة قدم مش كأنه سؤال قوي، فهمت؟ عشان هو اصلا بدأ بالبيرسونال برونومن مش بدأ بالفيرم. ماشي يا منير كمل. يا كلار und volleyball. volleyball volleyball und كمل. بعدين صح زوبا. زوبا تمام. تمام يا مني. في اللي بعده. هيقول طب خلاص يا منير عمر، خلاص شكرا لك يا منير عمر، كمل. مش معلش، هو ست جمل بس؟ ثلاثة أربعة خمسة سبعة. أنا مش شايف السبعة بس حبيبي. ايش بي؟ لا شفتها يا ماما. كم خد وقتك لو عايز تفكر لسه. كل لا لا ايش هذا ثاني معلش. ماشي حبيبي. هو هيسأله يقول له اندو وانت ما هو هيسأله هيسأله يعني بيلعب ايه؟ هيقول له اوندو دو يعني وانت ايه؟ تمام اوندو. تمام فيرد يقول له ايش اشبيله؟ سكس
ساكسفون او ايش شبيله تمام بعديها كول نادان بيسبالد تمام يعني ايه بيسبالد يا عمر مش عارف بس اللي هو أراك قريبا بس بالد عشان يبقى كله عارفها بس بالد يعني أراك قريبا اللي هو see you soon تمام ماشي بعد كده هتبقى الإجابة اللي بعديها okay choose Tommy okay choose Tommy يبقى احنا نمسح بس ده عشان نعرف نكمل هيبقى اللي بعد الشبيلة دي cool دان بيسبالد بيسبالد قلنا يعني أراك قريبا بعد كده هيقول له اوكي تشوز تومي تمام كده ده الديالوج التاني شكرا يا عمر شكرا يا منير نكمل الفيربات دي اللي هي قدامكم هقول اسم حد كده بسرعه يفتح المايك ويحل السؤال اللي عليه يلا ياسين اول واحده ايش هايسي جوليا ايش هايسي يوليا تمام شكرا يا ياسين مازن صلاح كوند فيا بيزدو كوند فيا بيزدو تمام محمد اللي رفع ايده ايش ايه لا هي مش عايزة هنا ايش عايزة عشان احنا هناخدها في حتة تانية عشان احنا اوريدي اخدناها فوق زي احنا كتبنا ايش بين ايوه ايش بين تمام ايش بين ايميل تمام مين باسل فوه كومس دو تمام كومس دو ايش عبد الله عبد الله افتح المايك كده روسرا نعم نعم طيب نكمل جلال بعد اذنك اقفل المايك عبد الله طيب اياد ايمن اياد ايمن نعم ميسا يا حضرتك جميله صح ولا غلط ايه يا حبيبي هي مش كوما صح ايوه هو انت جاوبت ما حدش جاوب لسه لا بتاكد لا عشان بس يعني انا بحلهم مش كوما صح ولا غلط صح يا كريم ايش كوما اديك انت اللي جاوبت عشان ما حدش اصلا كان جاوب تمام طيب نكمل يا انجي ابدأي هالو في هاي سيد في ايه هاي سيد في هايست دو في هايست مع دو تمام في هايست دو بعد كده كراس كراس داس ايست داس إيس تمام بعد كده مين رفع ايده استنى نجار 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 بس بعد اذنك اقفل المايك
طيب جلال انت قول لي دو شبيلست. شكرا يا جلال. طيب دوش بيلست. بعد كده انا عايزه الناس اللي جاوبوش. رؤى und ich spiele. شكرا. und ich spiele. تمام كده. ده كده خلاص نمسح اللي احنا عملناه عشان نعرف نكمل. هنا في السؤال ده عايز نكتب البيرسونال برونومين. ايه هو البيرسونال برونومين؟ اللي هي الضمائر. ايه الضمائر؟ ايش انا، دو انت، ايه هو، زي هي، اس هو او هي يعني المحايد، فيا نحن، ايا انتو، زي غوس اللي هي الاحترام ولحضرتك بمعنى حضرتك، وزي كلاين بلورال اللي بمعنى هم. تمام احنا عايزين نكتب حاجه منهم. طيب نبدا بعمر حسن. عمر حسن أميس. يلا حبيبي. أول حاجة هلو هاي فيا بيس دو. فيا بيس دو. تمام شكرا يا عمر. ميس هو لو الزوم قفل يفتح تاني؟ أنا هبعت لكم لينك تاني لو قفل. ماشي تمام. لوجين. لوجين. مريم. مريم أحمد. مريم أحمد. أيوة تفضلي يا مريم. إيش إيش. تمام شكرا. نكمل. إياد عمر. في هايس دو. دو دو. تمام. بعد كده إنجي أحمد. إيش إيش. أنتوا بتعرفوا منين بقى الضمائر دي؟ بنعرفها على حسب الفيرب هو مصرفه مع إيه. يعني إحنا عارفين إن فيرب زايد مع دو بيكون بيست، فطبيعي أول ما نشوف بيست يبقى دو. الأخيرة خالص إحنا عارفين، إحنا عارفين إن مع بين بيكون إيش. تمام. هايسي مع إيش. هايز يبقى مع دو. يبقى احنا عارفين كل فيرب بيتصرف ازاي مع بيرسونال برونومين، عشان كده احنا بنكتب بيرسونال برونومين على طول. طيب نكمل. باسل اول واحده. يا باسل. باسل. ياسين. طيب قول يا باسل اول واحده ايه. إيش إيش. تمام ماشي ياسين. قول لي أنت الثانية. und spielst du. بس هو عايز بالسونار بالرومين بس، فإحنا هنكتب دو بس. المعنى هنا إيه؟ هيقول إيش شبيل جيتار، يعني أنا بلعب بلعب يعني على الجيتار. وأنت على طول بقى. وأنت أندو. فهمت؟ تمام. أحمد حسن. إيش سبيل ساكسفون. إيش. تمام. طيب إياد أيمن. إياد أيمن. طب هو أنتوا لو مش مهتمين دخلتوا السيشن ليه؟ دخلتوا السيشن عشان تفضلوا ساكتين؟ أحمد محمد. أي مش. قولي يا حبيبي الأخيرة. دو. دو. تمام. دو شبيلس. تمام كده. ده كده السؤال بتاع بيرسونال برونومين. نكمل. عندنا لكسيونز باي. لكسيون ده أنا اللي كنت شرحه لكم، فإحنا كل حاجة تقريبا أخدناها فيه، فأنا هعدي عليه بسرعة. عندنا فيرب كليتر اللي هو تو كلايم، زينجن تو سينج، هوغن اللي هو تو ليسن، تاوخن اللي هو تو دايف. بعد كده عندنا سيرفن،
اللي هو تو سيرش او يعمل، عارفين السيرف بغيت اللي هو التزحلق ده، ده الفيرب بيجي معاه برضو، بيجي بمعنى سيرش وبيجي بمعنى اللي هو تو سيرف. شفيمن تو سويم، تانسن تو دانس، تمام كده عندنا فيرب شبيلن ومخن وزينجن. شبيلن ومخن وزينجن معاها انشطه. نعم وين ايه هورن؟ هورن تو ليسن، يسمع. هورن تو ليسن، يسمع. وتوخن تو ضايف. سيرفن تو سيرش، يعمل سيرش او يعمل بالسيرف بغيت. وشفيمن تو سويم، وتانسن تو دانس. تمام عندنا شبيلن ومخن وزينجن. شبيلن معاها الحاجات دي، تعرفوا كل واحدة معاها ايه. مخن معاها الحاجات دي، زينجن معاها ليد. داس ليد اللي هي أغنية، لما بيغني بيغني ايه، داس ليد. لو في حاجة مش معروفة ممكن تكون هنا في الحاجات دي، كلافر اللي هو البيانو، واللي مع شبيلن ده معناه بيانو. ومخن جودو، دي لعبة الجودو. كاراتي اللي هي الكاراتيه. وماتي اللي هو الماس، اللي هو الماس يعني الحساب. تمام كده أخدنا أنواع الأسئلة، الفي فراجة والياء وضمائم فراجة. الفي فراجة قلنا إن أداة الاستفهام الفراج فورت بتكون نوما أينز، والفيرب نوما تسباي. كده أخدنا إن الياء وضمائم فراجة الفيرب هو اللي بيكون نوما أينز، بيكون أول حاجة في السؤال. تمام كده هو جايب لك الإجابة بتكون إزاي، يعني في أول سؤال اللي هو الفي فراجة إحنا مش بنحط ياء وضمائم مش بنحط ياء وضمائم وإحنا بنجاوب، بنجاوب على طول بإيش هدوء. وتاني حاجة الياء وضمائم فراجة احنا لازم نجاوب بياء وضمائم، بعد كده نجاوب السؤال بالبرسونال برونومين بتاعنا عادي. تمام كده عندنا نومن، الأسماء اللي عندكم اللي بالدي الماسكولين واللي بالدي الفيمينين واللي بالداس نيوترال، تحفظوها برضو. ممكن تكون حاجة مش معروفة، دي لوست، دي الأخيرة دي لوست اللي هي رغبة، يعني رغبة في حاجة. لما أقول كايني لوست يعني ما عنديش رغبة، لما حد يجي يعزمك على حاجة مثلا وأنت مش عايز تقول كايني لوست ما عنديش رغبة. كلافير دي اللي احنا قلنا البيانو. شتوندة دي يعني ساعة، وقوة يعني ساعة برضو. تمام كده نكمل، احنا بنعدي على الكتيون بسرعة، يعني احنا مش قاعدين بنراجعه حتة حتة، احنا ده اوريدي مشروح ده عشان تذاكروا منه بس، اللي هو السمر الملخص بتاع الكتيون. أهم حاجة عندي الأسئلة. طيب ايش اوخ يعني انا ايضا، ايش نيشت يعني وانا لا، نيشت يعني لا، كايني لوست، كايني لوست لو ما عنديش رغبه، تسوزامن يعني سوا، تسوزامن يعني سوا، في لايشت اللي هي ميبي ربما، ريشتش يعني صح، وفالش يعني غلط. تمام جيرن لما بعمل حاجه، جيرن يعني بحب، ايش شبيله جيرن فوسبال يعني انا بلعب فوسبال، جيرن بحب لعب الفوسبال يعني. نيشت جيرن، نيشت جيرن يعني مش بحب، مش بيحب يعمل كده. زي ايه، ايش ماخي نيشت جيرن ماتي يعني هو مش بيحب يحل الاسئله بتاعت الماس ديت، مش بيعملها بحب، مش بيحبها. تمام ده كده الملخص بتاع الكتيون زفاي. هنبدا بقى نحل، ودي اهم حاجه الحل. عندنا فيرب شبيلن وفيرب زاين وهايسن. تمام هنبدا نحل سوا. يلا يا عمر، شبيلست دو فوليبال. تمام شبيلست دو فوليبال. ليه قلنا شبيلست يا جماعة؟ عشان أكيد دو لا معاها الفيرب آخره اس تي. تمام كده عشان يبقى واضح شبيلست. أكمل أكمل يا مس بي وإي وبي؟ لا يا حبيبي شكرا، حد تاني هيكمل. شبيلست تمام. انجي اللي بعديها يا ايش شبيلن. تمام طيب محمد الأخيرة. محمد اه شبيل شبيل. تمام محمد وانت في أنهي فصل؟ أنا إن شاء الله. تمام محمد عزت؟ اه ماشي يا محمد. اوكي نكمل النوما، نوما تفاي. مريم أحمد اتفضلي. هلو فيا بيسدو، فيا بيسدو. تمام
منير تامر اتفضل. منير بين كات. إيش بين؟ إيش بين؟ تمام. أحمد حسن اتفضل. إيش بين ألكسندر؟ قصدي إيش هايس ألكسندر؟ تمام، هما الاتنين ينفعوا عادي. تمام، بس هي الفكرة هو الاتنين ينفعوا عادي، بس الفكرة إن هو أنا عايز بس عشان هي واحدة يعني. أه بالظبط، واحدة بين وواحدة هايس. صح، إيش هايس. تمام، الأخيرة يا باسل. الأخيرة إيست. داس إيست. تمام كده، السؤال ده فيه مشكلة عند حد؟ نكمل. السؤال ده بقى مهم جدا جدا جدا، وكل الأسئلة اللي في الريفيجن اللي هي الفيديو هولونج اللي أنا اللي معاكم اوريدي دلوقتي في تشارلز، وهديها لكم بكرة في شكسبير، ومعاكم على السايت من الأسبوع اللي فات، مهمة جدا جدا، كل سؤال فيها مهم. فأهم حاجة عندي في الامتحان. أيوة بالظبط، والسؤال ده مهم جدا. السؤال ده بقى بنعمله إزاي؟ سلام، حد كان مش عارف. أول حاجة بنكتب، هو عايز يكتب الجملة دي بطريقة أحسن، فبنعمله إزاي؟ مش هينفع أقول داس إست ماكس، ماكس إست دغايت سين، ماكس شبيلت فوسبال، مش هنفضل ماكس ماكس ماكس. فبنعمل إيه؟ بنكتب أول جملة زي ما هي. جماعة أنا هبعت لكم، اطلعوا هبعت لكم لينك تاني، تمام؟ ونكمل السؤال ده لما نروح اللينك التاني، اتفقنا؟ يلا تشوز، وهبعت لكم لينك. مش هتحطيها على السايت؟ يا حبيبي. تمام.